ابن دقيق العيد، كان أبوه العالم الفقيه علي بن وهب المعروف بمجد الدين القشيري، يقصد الحج ومعه زوجته التي ولدت تقي الدين ابن دقيق العيد على ظهر السفينة سنة 625 هجريا. فكبر ابن دقيق العيد وعاش شبابه تقيا نقيا ورعا، وبدأ رحلة العلم إلى القاهرة ثم إلى دمشق ثم إلى الحجاز، ومر بالأسكندرية قبل أن يعود إلى بلده قوس بما حمله عن العلماء والفقهاء في ذلك الزمان. وحين عاد استلم القضاء بعد إلحاح بن لاجين عليه، فصار من أشهر علماء مصر وقضاتها. هو أول من جعل داراً لحفظ مال الأيتام صغار السن، وكغيره من العلماء من خلال نصرته للمظلوم وضربه على يد الظالم عاداه الكثيرون، وعلى رأسهم نائب السلطان منك تمر. ولكن من عرف الخالق لا يأبه بالخلائق. توفى في القاهرة عام 702 هجريا بعد أن عمر 77 عاما، قضاها في خدمة الدين الإسلامي الحنيف في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. دفن يوم السبت، وكان يوما مشهودا، فقد وقف جيش مصر ينتظر الصلاة عليه. ابن دقيق العيد. هيا أسرعوا بسرعة، هذا المكان ليس بغنيمة، أحرقوا المكان، اجعلوه رمادا لا قيمة له، سنتد الحريق ولا كل البيوت، فلتذهب إلى الجحيم، اللصوص ليس جبناء بعد اليوم. هيا بسرعة، هيا. وصلنا لهذا الحد، اللصوص على الملأ تحرق دار القضاء. دار القضاء هذه التي هجرها القضاة 7 سنوات تحرق اليوم. دار القضاء هذه أصبحت لا تصلح للقضاء، بل أصبحت بلا هيبة بلا قيمة. أعطني أفخم وأفخر القصور وأعلاها في البنيان، ماذا تستطيع أن تفعل إن كان اللصوص يرتعون فيها؟ كيف سيهابها الناس ويقبلون بحكمها؟ لكننا لا ندخر جهداً أيها الأمير كرجي. في كل مرة نسمع منكم هكذا، وماذا تريد أن نفعل إذن؟ إنها مسؤوليتك أنت أيها الأمير منك تمر. بل إنها مسؤولية الجميع. إن كل واحد منا لم يقم بمسؤولياته أشاع الفوضى وضع العدل في البلاد، وبدون القضاء دخلنا في عصور الجهلاء. أجل خلافكم الآن، فإننا في محنة ولابد أن نخرج منها الآن. سيد السلطان، علينا أن نعين قاضيا هذه الأيام. الكل يهرب من القضاء، من أين لي بقاض؟ هل أدلك على محمد ابن إدريس الشافعي وسفيان الثوري وإبراهيم ابن أدهم ابن دقيق العيد؟ ولماذا يسمونه العامة بابن دقيق العيد؟ إن جده كان يلبس طيلسانا أبيض في العيد بلون الدقيق، فأطلقوا عليه دقيق العيد. وهل خرجت كل الأحاديث التي ذكرتها؟ لم أدع حديثا دون أن أخرجه وأضبطه سندا ومتنا. باب الصلاة، باب الجنائز، باب الصيام، باب الحج، ما شاء الله، كتاب متقن جامع مانع. أسأل الله أن يكتب لك
أجر كل من قرأ واستفاد منه. آمين. بارك الله بكم يا شيخنا. ألا تترك لنا نسخة هنا يستفيد منها طلاب العلم؟ يا شيخنا، أنا لا أملك إلا هذه النسخة، ولا أملك مالا حتى آتي بمن يكتب لي. فأرسل للسلطان. السلطان، وماذا في الأمر؟ ومالي ومال السلاطين، أنا لا أقربهم ولا يقربونني. السلطان أعان الكثيرين من العلماء على نشر كتبهم، وكتابك كنز يستحق أن ينشر. إذا دخل كتابي هذا دار السلطان فلن يخرج منها أبدا. لا تصعب الأمور هكذا، فالكثيرون من العلماء فعلوها قبلك، وأنت لست طالب حظوة ولا مكرمة من السلطان لنفسك. إنه حق العلم، وواجب على السلطان أن يقوم بحقه. هذا إن عرف السلطان واجباته، فليرفع المظالم عن الناس. التتار شربوا من دماء المسلمين، والسلاطين يعمهون في غيهم. أسأل الله أن يهديهم وأن يردهم عن ظلمهم. متى ستعود إلى مصر؟ خلال هذين اليومين. فاحذر اللصوص وقطاع الطرق. لا أملك شيئاً يأخذونه. فاحذر السلاطين إذن. أيضاً لا أملك شيئاً يأخذونه. بل تملك يا تقي الدين، تملك دينك وعلمك. فاحذر من الولاة والوشاة ورجال السلاطين. إنه الرجل الذي سافر إلى الشام. نعم، والتقى بالعز بن عبد السلام، وتعلم منه العلوم الشرعية، ودرس على يديه. ما رأيك أيها الأمير بشري؟ إنه يا مولاي السلطان عفيف النفس، قوي وجريء، لديه علم كبير، وقد ألف كتابا في الفقه لا مثيل له ولا نظير في أدلته. وهل قرأه العلماء في المدارس الشرعية؟ لا يا مولاي، فهو لم ينتشر بعد، ما زال في نسخته الأولى. لو يأتينا كتابه لنشرناه في الأمصار لينتفع به طلاب العلم. سيؤخذ ذلك من مآثركم وفضائلكم. أمير بيسري، أمرك يا مولاي. أرسل إلى والي الصعيد، بلغه بتعييننا للشيخ تقي الدين قاضي القضاة على كل الصعيد. نحن على بعد 4 ليال من مشارف قاهرة المعزة أيها الشيخ. 4 ليال في هذه الدروب الوعرة؟ إن هذه الدروب الوعرة هي أفضل ما تحصل عليه في هذه الأمكنة. وما هو الأسوأ؟ هاتوا ما معهم. خذوا ما شئتم، لكن دعوا كتبي. كتبك؟ أحرقوها إذن. لا لا، الكتب دعوه. سدد الله رميك، وأنت تقاتل التتار فتقتل منهم وتصيب منهم فتحمي العرض والدين. سدد الله رميك، سدد الله رميك حين تصيب رجالا دنسوا مساجدنا وقرآننا واغتصبوا نساءنا. هذه يد يحبها الله ورسوله حين تكون شديدة على أعدائه، حانية على أوليائه، فتقوى الله
أن يجدك حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. جعلت أول عهدي في المدينة زيارتك، وذلك وفاءً لمحبة أبي لك. رحم الله والدك، فقد كان عالماً محباً للخير. رحمه الله. سأعود إلى دار العلوم الشرعية لأدرس طلاب العلم. يبدو أن أوقاف المسلمين تذهب واحدة تلو أخرى. كيف تنعمون بحياتكم وأوقاف المسلمين تسلب جهارا نهارا؟ كيف؟ السلطان ملاجين قد أمر بتعيينك قاضي القضاة على الصعيد، لما لك من فضل وعلم، ولما عرفه الناس عن قدرتك وجرأتك في الحق. وماذا بعد؟ أرى أن تقبل. أنا أقبل بالقضاء. وماذا أفعل بالقضاء والمنتفعون لهم اليد الطولة؟ يأمرون فيطاعون، يتكلمون فيسمعون، يمشون في الطريق فيفسح لهم. ماذا أفعل؟ إن القضاء منذ 7 سنين بلا قاضي قضاء، وإن بقي القضاة في الأمصار بلا قاضي قضاء، فمن ينصرهم ويعينهم؟ فلتجدوا قاضيا غيري. ولكنه أمر من السلطان منصور. أخبر السلطان أن محمد بن علي يرفض القضاء. وقد رفض الشيخ تقي الدين ذلك، وأخبر الوالي أنه يرفض هذا التكليف ويرفض أن يكون قاضيا. هكذا إذن، فماذا برأيك؟ رجل في مثل علمه لا يرفض أن يكون قاضيا، فكيف بقاضي القضاء؟ لعله لديه ما يغنيه عن ذلك. يغنيه عن ذلك؟ سنرى. أيها الرسول، أرسل إلى الشيخ أبي الفداء، وليلزم الشيخ تقي الدين ويقرأ كتابه ويبلغنا عن حاله. أمرك مولاي. أمير بيسري، أريد مشورتك في أمر ما. تبا لهذا كله، كيف يكون منك طمر وليا للعهد؟ اهدأ اهدأ أيها الأمير. وكيف أهدأ؟ كيف وهو أقسم أنه لن يخول مملوكه علينا؟ ألا يكفي أن جعله نائبا له؟ اسمع اسمع أيها الأمير، لا بد من معالجة الأمور بالحكمة. تبا للحكمة.
حملنا الكثير والكثير إلى أن قوي أمر منكوتمر وتحكم في جميع أمور الدولة. عظيم الكبر محتقرا للأمراء. كيرجي، لقد أصدر السلطان قرارا بإرسالك نائبا على القلاع التي فتحت في قليقية. ماذا تقول؟ أوصل الأمر إلى حد إبعادي من مصر؟ هذا ما حدث. لن أذهب أيها الأمير بيسري، ولي ردا قاسيا على ذلك. سنبدأ غدا بإذن الله بقراءة الكتاب حتى نفرغ منه بأقرب وقت ممكن، ثم تعود إلى دياركم بصحبتكم حصيلة علمية كبيرة. والآن سنذهب إلى الدار الشرعية، ننام حتى صبيحة الغد. سأتيكم عند الفجر، نصلي ثم نبدأ بقراءة الكتاب. هيا يا أخوتي، فلنذهب ولننام باكرا، فلدينا غدا دروس كثيرة، فلقد جئنا إلى هنا لطلب العلم، فلا نضيع ساعة واحدة إلا في طلب هذا العلم، أو قراءة كتاب، أو في مجالسة أحد العلماء. هيا تفضلوا. أستطيع لو أبيت عندك الليلة؟ طبعا، أهلا وسهلا. حقا؟ كنت أتمنى لو أستطيع استضافة الجميع، ولكن سيكون لي الشرف أن أستضيفك. على أن أقرأ الليلة عليك. السلام عليكم يا مولاي. عليكم السلام. أين كنت؟ كنت أبحث عنك منذ يومين. عذرا سيدي، ما الأمر؟ سنذهب إلى القاهرة لنقابل السلطان. حقا؟ نعم، ولابد أن نحسم المسألة. وهل يقبل السلطان؟ ولما لا، وابن دقيق العيد أعلن عدم رغبته في القضاء، ولكني أخاف أن يغير رأيه عندما يرى الحلة الحرير التي تخلع على القضاء كما يرى دار القضاء الجديدة. لك عندي يا مولاي، إن تم الأمر وعينت قاضيا، أن تكون دار القضاء دارك، تفعل بها ما تشاء. يا شيخنا، أنت تقرأ علي طوال الليل. يوم كنت بالشام أكنت تنام الليل. غلبتني. إذن فلتأتي بالشموع، فهذه الشمعة في نزعها الأخير تصارع الموت. ونحن نصارع النوم. ما رأيك أننا ونصح عند الفجر نصلي ثم نتابع القراءة؟ السلام عليكم مولاي السلطان. وعليكم السلام. السلام على مولانا السلطان، حامل حمى وإمام الدنيا وقاهر التتار وملك الزمان. وعليكم السلام. ما شأن الشيخ تقي الدين معك؟ هذا خلاف بسيط في الرأي يتعلق بالرعية.
ماذا تخبرنا يا؟ أنا الشيخ بكري من علماء الصعيد، يعرفني الناس كلهم وخصوصا العلماء. نحن في داركم وندوس بساطكم ونطمع في جودكم وكرمكم، وما خاب من دخل داركم. مولاي السلطان المعظم، إن صعيد مصر كما تعلمون بلا قاض منذ 7 سنوات، وهذا بالطبع لا يليق بدولتكم التي عمرت بالعدل والقسط بين الناس. وإننا بحثنا في صعيد مصر بين علمائنا وشيوخنا، فوجدنا أن الشيخ بكري أهل لهذا المقام، ونأمل أن تتكرم علينا وتعينه قاضيا فيها، يطيعكم ويأتمر بأمركم وينفذ توجيهاتكم. سنرى بعد ذلك. مولاي السلطان المعظم، إننا أيها الحاجب، هل من أحد خلف الباب؟ فلتأذن لنا مولاي السلطان. السلام عليكم. حفظ الله مولودكم وبارك الله فيه حتى يبلغ أشده، ويجعله الله سلطانا بعد طول عمركم وعافيتكم. أعطوه 1000 دينار. نحن لا نريد إلا عافيتكم وسلامتكم. أشكرك مولاي، أشكرك، غمرتنا بعطفك، أشكرك. السلام عليكم ورحمة الله. أقدر منه على الفقه والإفتاء بمختلف المذاهب الفقهية. وماذا عن كتابه؟ هو من أفضل ما كتب في الفقه، وأدلته من الكتاب والسنة. وعندما قرأته وجدت أنني أمام كتاب من أمهات الكتب، يحتاج لشروحات وحواشي كثيرة، كأنه كتب في الصدر الأول. أفلا تحدثني عن أغرب ما رأيت؟ ما رأيت أحداً أكرم منه في الأعطية،
فلقد كنت عنده فلم نجد شمعة لنستضيء بها ولا حتى ثمنها. وبعد أيام جاءه سائل وترك بابه فأعطاه ومنحه وكأنه لم يشكو من الفقر أبدا. كان في فقره عزيز النفس وفي حالة اليسر كريما. لقد آن الأوان إذن. من انتظر. انتظر. من كان السارق؟ لا تسأل من السارق، بل اسأل من أرسل السارق. لقد أراد بي شراً وأرسل من يسرق لي كتبي. أرأيته؟ عرفت من يكون؟ عرفت من أرسل. أهناك من أرسل؟ غبي أرسل غبياً. أعلمنا من يكون حتى ننظر في أمره. بل دعها بيني وبينها، أنا أعلم وهو يعلم، وأرجو أن تبقى الأمور عند هذا الحد. الحمد لله الذي نجاك من هذا الجاحد. أستأذنكم لأن لدي ما أقوم به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لدي ما أقوم به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا برسول السلطان، تفضل بالجلوس. شكرا لك. أستأذن أنا بالانصراف. انتظر يا تقي الدين، إنه أمر يخصك. انتظر هنا. لما فعلت هذا؟ فعلت ماذا؟ إياك وأن تنكر وتحاول خداعي، فأنا منك تمر. أردت فقط أن أحرمه من أغلى ما عنده لأشغله عن القضاء ريثما. إياك وأن تفعل ذلك ثانية. إياك وأن تفكر. أنت هنا لتفعل ما يطلب منك، أسمعت؟ وإلا السلطان يريدني أن أذهب إليه للزيارة فقط أم أن هناك شيئاً آخر؟ لمجرد الزيارة. لعله خيراً إن شاء الله. وإن معي أمراً من مولاي السلطان ابن لاجين أن أعود برفقتك. غداً صباحاً بإذن الله سأذهب إلى السلطان. أستأذنكم. السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسى أن تحضر كتابك معك، فالسلطان يريده. إن شاء الله. السلطان اليوم في يوم سعده، فقد أنجبت له زوجته مولودا ذكرا. إنه يوزع الهبات والعطايا، يمكنك اليوم أن تطلب منه ما تشاء. هل أنا من جئت إليه بنفسي أم هو من طلبني؟ بل هو من طلبك. جيد أنك تعرف ذلك. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، ها هنا. يا أمير المؤمنين، اتق الله في نفسك وشؤونك.